مساء الخير، النهارده هنعمل مع بعض الهمبرجر النباتي. المقادير: ربع كيلو مشروم متقطع رفيع، كوبايه من الفاصوليا. انا استعملت هنا الفاصوليا الحمراء لانها القيمه الغذائيه بتاعتها اعلى من الفاصوليا البيضاء. حطيتها تقريبا 24 ساعه في الميه وسلقتها نص سلقه. بصلتين كبار متقطعين، 2 عود كرفس متقطعين، وحده افوكادو، معلقتين عين جمل، وبضيف عين الجمل علشان تزود من القيمه الغذائيه، واربع فصوص ثوم متقطعين رفيع، معلقه الا ربع ملح، ربع معلقه فلفل اسود، معلقتين زيت ذره، معلقتين عصير ليمون، قرن فلفل شطه طبعا ده حسب الرغبه، بشره قشر الليمونه، وثلاثه ترانش من التوست. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. في صينيه على البوتاجاز هحط معلقتين من زيت الذره. اول ما يسخن الزيت شويه هضيف البصل وابتدي اشوحه. الثوم، وهضيف شويه ملح وفلفل. هضيف دلوقتي الكرفس واسيبهم شويه على البوتاجاز قبل ما احط المشروم، لان المشروم بيدبل بسهوله جدا. هبتدي دلوقتي احط عليهم المشروم، وخلي بالي لان المشروم ما بياخدش وقت كبير عشان يتدبل. هحط بس رشه ملح عشان ينزل الميه بتاعته. كده خلاص كل الخضار اتدبل، هشيله من على البوتاجاز وهنشوف الخطوه اللي بعديها. في الكب هحط ترانشات التوست وهحط عليهم عين الجمل. فايدة التوست ان هو يشرب كل المية اللي في الخضار، او ممكن نستغنى عن التوست ونحط دقيق، نص كوباية دقيق. كده خلاص التوست ابتدى يتفتت. هحط قرن الفلفل، بشر قشر الليمونة، الفاصوليا الحمراء، وهضربهم شوية. هضيف دلوقتي كل الخضار اللي عملناه سوتيه، معلقتين من الزيت، ومعلقتين عصير ليمون، والافوكادو، وهضرب كله مع بعض. والمره دي مش هضربهم كتير قوي. بعد ما ضربتها في الكبه اتكونت زي عجينه كده. هحط دلوقتي بقيه الملح والفلفل الاسود واقلبها كويس. كده خلاص عجينه الهمبرجر اتعملت. هنبتدي دلوقتي نقليه مع بعض. في صينيه على البوتاجاز حطيت معلقه كبيره من زيت الذره، وهبتدي احط الهمبرجر. ممكن دلوقتي نعمل الهمبرجر ونغلفه كويس ونحطه في الفريزر لوقت الاستعمال. كده خلاص الهمبرجر اتحمر. هنشوف هنعمل ايه بعديها. عشان نعمل الصوص للهمبرجر، عشان مش هنقدر نستعمل له المايونيز، فاحنا ممكن نستعمل صوص الافوكا، بيبقى بالظبط زي المايونيز. محتاجين وحده افوكاتو، باخد اللحم بتاعها، فص ثوم، معلقه زيت ذره، شويه ملح وفلفل، عصير ليمونه او معلقه كبيره من الليمون، وهضربه في الكبه. وكده بيبقى الصوص زي بالظبط المايونيز، بيبقى طعمه جميل جدا. في عيش الهمبرجر هحط شويه من الصوص اللي احنا عملناه، صوص الافوكادو. حط وحده همبرجر، هحط ترانش طماطم، ترانش فلفل احمر، ورقه من الخس. هنشوفه دلوقتي لما نقطعه هيبقى ازاي من جوه. وكده بنقدم الهمبرجر الصيامي، بيطلع جميل جدا جدا وطعمه حلو قوي. ان شاء الله الطريقه تعجبكم وجربوها. الى اللقاء.